السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل قرار أمريكي بحظر التحويلات إلى شمال اليمن، وإلى التفاصيل. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت على خط الأزمة الاقتصادية في اليمن، ما يكشف دور واشنطن بالتصعيد الأخير. وأقرت شركة موني جرام الأمريكية المتخصصة بتحويل الأموال وقف التحويل عبر الشركات التي لم تلتزم بقرار البنك المركزي في عدن. ومع أن الشركة الأمريكية غير فعالة في اليمن بشكل كبير، إلا أن قرارها يشير إلى الدور الذي تلعبه واشنطن بأزمة التصعيد في عدن ضد الاقتصاد اليمني. يذكر أن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن كان أجرى اتصالا بمحافظ مركزي عدن ورئيس حكومته قبل تفجير الوضع، لإيقاف التعامل مع 6 بنوك تتخذ من صنعاء مقرا لها. وتلقي أمريكا بكل ثقلها حاليا للضغط على من تصفهم بالحوثيين لوقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي اتسعت من البحر الأحمر حتى المتوسط مرورا بالمحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن. وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في كسر الحصار اليمني على الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعلانهم في يناير الماضي بدء عدوان واسع على المدن اليمنية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.